مبروك. خلها كذا معك والله، حطها كذا عشان تشير. طيب والله ما شاء الله. اعطونا بالله لا انتم طيب الوصفه، اعطونها بقراها للشباب بما انها مجد. بس تسلم. وين ضارب ده؟ نبي نقرا لكم يا جماعه. شباب معكم اقلام ولا لا؟ لا لا احنا جاي مطبخ لا قلم ولا شيء. كيف تبون مسجلون؟ كيف تبون مسجلون يا اخي؟ يرحمهم يا اخي، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. طيب كفو التعزيز عندكم هذه. طيب شباب وين بقراها؟ خلي شغلنا الشاشه اللي عندنا. انا اجي اصورها واقراها لكم دقيقه. يعني من الطبخات اللي كذا. طيب دقيقه ما اني قد طبخت. اي انا راح اجي اشوف على الشاشه انا شو زرقاء لي امامها يعني. هذه ناشف بدون مخططات. طيب يا شباب زين اقراها علينا. لا دقيقه اليوم بجي حوس. اسمها فوتشيني الدجاج، تعرفونها ولا لا؟ فوتشيني معروف. فوتشيني وش اسمها؟ دقيقه لبيت الفوتشيني. فوتشيني وش اسمها؟ خلاص خلاص شفناها عرا قراينا صورنا صورنا. دقيقة فوت وش فوتشيني هذا؟ فوتشيني مقدمة فوتشيني. فوتشيني الدجاج صح؟ لا يقول لا. فوتشيني وش طيب؟ تعرفونها يا جماعة الطبخة؟ والله الصدق فوتشيني وش هي من اللحية فوتشيني؟ إذا المقدم الكبير أحمد العوض ما عرفها بس أحس والله العظيم إنها مشكلة. مشكلة يعني أنا متعود أطلع على الطبخات الإيطالية والمطاعم الإيطالية يوم كنت في إيطاليا وبلندن. صادق متعود الاشياء هذه لكن فوتشيني هذه بس احسها من لحيتين غانمه الطبخه هذه. بقيم. طيب عندكم صدور دجاج وفوتشي مكتوب فوتشيني يا اخي. فوتشيني على كيف مين؟ فوتشيني مكتوب انا ابغاها فوتشيني. فوتشيني عندكم كريمه طبخ وثوم. معليش يا الشاشه جميله جمهورنا جميل انا ادري انكم صدمتم اليوم انا صرت شيف بعد شيف ومقدم واصبروا لي طباخ اصبروا يا جماعه حقه المساجد ذيك اصبروا والله انا عارف وين انا حظي فيه. طيب يا شباب عندكم كريمة الطبخ عارفين انها كريمة الطبخ كريمة الدهون يعني بالله عليكم وجهي يعني نحطها حلوة هذه والله العظيم اليوم وملح بهار ايطالي الله الدنيا جايب لي من ايطاليا وفلفل اسود واحمر كمون وماجي ماجي كنت احس انه حلاوة بقر اول وهو صغير والله كنت اكله وزيت وجبن موزريلا وبقدونس هذه قدامكم يا شباب عرفتوا طيب عليك نور انا يعجبني ذكاء اعطوني الطريقه طيب خطوات احنا عارفينها هذا لكن ابي الطريقه الله نعم يا شباب صل على النبي اللهم صل وسلم الطريقه ما يقولون ما يدرون عنها خفص وضبط حلوين خخر القدر عني بالله قرب لي الطريقه ما تدري عنها من اللي يدري يا مال السلامه انا ادري اعطونا جل اتصال يعلمونا كيف طبخاتها ما عندي مشكله اتصل على ابو سلطان لا صاحب السلطان ما له علاقه بالطبخ لكن دق لنا على اي احد والله صدق من يعلمهم الطريقه طيب الحين اذا ساير ما هو موجود وش الطريقه يا اخي هذه وش احنا فيه يا اخي الى متى يا اخي الى متى الى متى وانا اعتذر نحفظها هذا شو لا عطنا اتصال والله صدق افتح لنا اتصال خلي على الاقل من الجمهور يجون يعلمون الطبخه انا يلا اعرف لي كبسه واحرقت هم طردتني من البيت بسبه القدور والله ما عندي ايش نسوي يلا نزل اتصال نزل اتصال يلا نزل اللي حاب يشاركنا اللي تعرف الطبخه اللي هي اسمها فوتشيني مدري فوتشيني يرحم والديك انقذينا من هالموقف انا رجعنا وراي احتفالات اليوم وكل شيء نبي نطلع دقي وعلمينا كيف يسوونها اذا ما عندك خبره لا تدقي انت شغلينا وعندكم اليوم هاشتاج جنتل 26 بعد دزوا فيها انا بقرا منها لعل وعسى اني اشوف خبره الطبخ يلا شباب عشان الناس اللي اشوف اذا كذا والله اجي اسمعوني اذا ما اعطونا الطريقه والله نقلبها والله العظيم كبسه تعرفون كبسه جات وحرقني ماني مهقك والله العظيم مشكله ها لا لا اتصال فتحنا الاتصال الان ان شاء الله اتصل طيب اعطونا اتصال احنا الحين نبي نتكلم عن الطبخ هذه لازم تسلقها طيب دامها كذا اجل خلاص ابيكم ترسلوا لي احد يجيب لنا ندومي ايش رايكم بالندومي يا رجال؟ ندومي اضبطه والله لا قيمها ندومي ضمير والله العظيم تضبطون ندومي؟ بالله اذا في ندومي عندكم ندومي داخل؟ في خضار ها؟ في طيب اسمعني اذا ما حد قدر يعطينا الوصفات ايمن بالله والله صادق روح جيب لي ثلاثه ثلاثه صدق خضار اي والله نتكلم جد تبيعوني ابيعكم ها تبيعوني او ابيع جايبيني اليوم وش بس الكريمه تحطون على الحمزه جيب ثلاثه احتياط عشان نهددهم شوي جيب ثلاثه بسرعه بسرعه ايمن ها بس اركض ها اي لا تحمل اركض يلا لين لعل وعسى وحده تسعفنا من الجمهور وتعطينا
الوصفة جميلة للشباب. هاي شباب كيف أموركم؟ يعني عارفينها طيب؟ لا والله ما عارفين. احنا عارفين بس احنا روس اقلام. حلو يا روس اقلام. طيب صلي على النبي. هذه يابسة. دجاج مثلج. لا 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 والله صدق والله انا اتكلم جد. ترى لو تشوفوني من هنا تبيعوني بيعكم الان اندومي. اخليهم يطبخون اندومي وانا اللي اقيمهم والله العظيم.